هدي بريجي هري مركا اي نفطو بحضو او حولو هنا اي بحان انت الى عدا هلا قدا ورا اي دتكو ينوسو جرومن شيرين سيدي مدحوينا اردوغان اسوغو دلكي ستشوغا او علاقات بدن ان لالا هين دلكن صوماليا او تيفيدا او اركي دروفتا اي صومالي غشي لابا كون يكوبي طبنكي او اي نوغوسو جرومدين هدي حالدو اي ساء هانشرتي حدا ماها حدا بلا كهر مال ما كهر أسبوعية كهر لح بلاد كهر أي قرشة دولة كسيدة تشينيسة يسبدل وين أي أرنتا سكيري دونتا أركترا الصومالي اللقا قبو أو دل لو قرمد أو دروف أدا كتشرا أركترا أي برين دونتا أو بينين دونتا دل خيرات لح قار موغدا أي قار ديهن أو دل كوس ديسا كتشرا با واحد أكتهين تبا برد حق عيدام دا أي نقسيان علاقات كاس رونهان تي استراتيجيك ريليشنشيب لا اوران كرو وي كي اوغو مودنا وحاناي واخ بدن ددكو وركا هين ظروفتا ادق اي اي كو سوغان يهين مواطنينتا سومااليد اي دلكينا كو نول ميلها كلا دوون حدا واخا لاغو جيرا خيلغي ديرتا او غبا غبا كو دو وخيلغي لا فيليه بيرهو اني سو غان او دلغي واخان لا يراد رين فيد ايريجيشن بيرها بيها روب lagu beero halkaas wax badanna kama soo go'in duruf adagna way ku jirtaa xoolihi iyo dadkiina abaar baan ayaa la saadaalinaya inay ku soo food leedahay ama han noqoto biyo yaridi deerta ama guga oo la leeyahay 185 ilaahay baa og xaalay biyuhu aad bay u yaraan doona taasi waxay sababaysaa in dad 4 milyan ka badan oo Soomaaliyeed oo xoolo dhaqata ama beerileydan yareeyeen inay habnoorleedkoodii halis gasho waxa taa barbar socota isbeddelka cimilada oo hadda ayaan dhaweyd un lahaa webigii shabeelle fatahay ama biya ka imanaya dhanka iyo dalka diriska aynu nahay marka abaar ka fogaato webigana dadku biya yaraan ayaa wil dareen ظروفتاس او اي كينيس اسبدل كعملادو او سون نغ نغنية او دل كينن صدن كي سنة ودن بيستي او يران لباتن غور اي ابا رباني كدعين اي دادت حل اي دقارنا موادنين تو اي معلول هلسو غلين واح ربادت كا صوماليا تورت اينا نغو بشاري حدي بريغي هوري مركا اي نفتو بحضو او حولو هنا اي بحان انت الى عدها لغا داودا اي ددكو ينو سو غرمن جيرين سيدي مدحوينا اردوغان اسوغو دلكيسا جوغا او علاقات بدن ان لا لهين دلكن سوماليا او تيفييدا اوغو اركاي ظروفتا اي سومالي غاشاي 2011 كي او اي نوغو سو غرمدين حدي حالادو اي سا اهان جيرتي حدا ماها حدا بلا كهر مال ما كهر اسبوعيه كهر لح بلود كهر ايا قرشه دولاد اي كسي دجينيسا مركب كان أدركتان بحد عليه صدح كون يدور بقول أو تن أو عنا إيه متغنى جرمد أي سارين يهين وامد كم دا مراكب فرب بدن أو أرنتاس نلحلن دونه أو كي من يدلك أي نصحي بدن نهي سر دلك تركيا أو هرمودوا حدي بريجي هراء موادين تصوماليا انتي صلودان أو نفط الله سو عرنا أي حمر كسو أرول شيرين حد هيدا صدمة وحي بخار روح إيا حفيسيو إيا هول ودا إن كل هذا هي دمان جيجا سوماليا حدي قيل دانت اللي مغلي تشري أرنتو حد وا كهرتك أي تاج أنت إيا اللي تعالد أنت الآن ما تقارن أي جرمة كلفنا أنت سي وأرنتا إنه ماشي نسوقني وحرب أنا سب وحدة وجو ورع وجو مهاد عليه ولا ليه إن تركيا oo halkan uu ka joogo masiilkii u sareeyay ee safiirka ahaa iyo halwadeena kale waxa rabaa inaan dul istaago cilaaqaadka inaga iyo turkiga inaga dhaxeeya uu ku bilaabmay cilaaqaad gurmad binaadnimo sanadii dambe oo xilli adag oo dalku uu xaris galay ay inoo soo gurmadeen laakiin laba shayba inaan halkan ka cadeeyaan rabaa ma ahayn cilaaqaadkii u horeeyay oo aynu yeelano boqolal sano ka hor ayaynu mid baayac mushtari iyo mid dawladeed iyo mid diimeed balahan jirnay
لكن علاقات كانت دمبه حدا لكن ايو لبدا كون يكوبي تمك يكبعد بلابمي غرمد بين انمكو بلابمي حدا سي انت وين نسلا سو دافن وحين لنا هي علاقات باع مشتري او بحسن وحين لنا هي مد حرير لبدا دولادود كدخيه او اي وزارادو بلا شقيان وحي كليهين دلكينا سفارده اوغو وين ee ay mandaqadan kula yihiin waxay kula yihiin base-ka military ee ugu weyn mandaqadan waxa la filaya in dhawaan ay yimaadaan maraakiib aan gurmad sidin laakiin inaga la shaqeynaya sidii macdanta patroolka iyo khayraadka uu rabbi inagu galaday aynu ula soo bixi lahayn ee u manaafacsan lahayn waa khayraad aynu maqli jirnay oo kaliya wallayna oran jiray dhulkiina waxba ku jira laakiin aynaan arag iyadoo la baadhayo bariyahan dambe isbeddel weyn ayay arintaas keeni doontaa aragtida Soomaaliya laga qabo oo dal loo gurmado oo duruf adag ku jira aragtidaas ayay burin doontaa oo beenin doontaa dal khayraad leh qaar muuqda iyo qaar dhahan oo dhulka hoostiisa ku jiraba waxaad ogtihiin tababarada xagga ciidamada ay naga siiyaan cilaaqaadkaas runahaantii strategic relationship la oran karo weeye kii ugu mudnaa waxaan rabnaa inaan dawladda Turkida oo halkan uu safiirku ka joogo aad iyo aad uga mahadcelinno madaxweynahooda iyo xukuumadooda iyo shacab weynaha Turkida oo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed mar walba garab taagan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda sadmana waxaan ku bogaadinaynaa hawsha wacan ee ay hayso ee ah ka hortag xaalad adag ee aan ahayn u gurmad marka ay lugtu jeeniga dhaafto ariyad baad ma sentin.